شو الاخبار؟ والله الحمد لله، حيا الله بصلوح. شلون السيارات اللي هالايام عندك؟ والله السيارات مثل ما انت شايف. اسعارهم شلون؟ والله زينات. امر يا بصلوح، دلت انا حاضر يا اخوي. ما يامر عليك عدو، طال عمرك. انا بغيت سياره حق اخوي فري. يا هلا والله والنعم، والله فيك وفري. الله يسلمك. امر طال عمرك، انا عندي سيارات من الشبح وانت نازل. اللي تدش بخاطرك قول بس اشر عليها. هو اهم شيء بس طال عمرك تدري شنو؟ اهم شيء تكون نظيفه وزينه. انت تبون سياره فخفخه ولا سياره صغيره ومشكنومه؟ لا لا لا، يعني سياره حلوه شيء، المهم انها تكون نظيفه بس وزينه. تعال، ايش رايك بهذه؟ هذه؟ ايه، ايش رايكم بهذه؟ والله هذه زينه، بس يعني اهم شيء الجير والماكينه تجوا. لا لا، الجير والماكينه الاف علي. شوف دقه سلك، دقه واحده ما تبي لها ثانيه. والله حلوه والله. وشلون بعد؟ ها؟ شوف رايك؟ والله ما ادري. والله حلوه هذه، بس اخوي بالنسبه للسعر حاجه، السعر شلون اقول لك؟ السعر، السعر يقول لك السعر طال عمرك ما نختلف احنا. انت خذها وتوكل على الله، واحنا ما نختلف. ومثل الساعه. ها؟ مثل الساعه. اكيد؟ اكيد مثل الساعه. ها نقول مبروك؟ والله توكل على الله، توكل. مبروك ان شاء الله. يلا مبروك. حياك الله يا اهل. مبروك ان شاء الله. مشكور. تستاهل يا فري. فيها هذه؟ اوه، شنو هذا؟ ايش فيها؟ تفضل. لا بيقول لي مثل الساعه، تو جينا. ايش الحظ النحس هذا؟ ايش الحظ النحس؟ قص علينا هذا مثل الساعة. الساعة، ساعة طلق عين الساعة. موقف تأشيرة، انت الله بيوقفني. شوف عجي، ها. السيارة هذه يبي لها فك وتركيب غير جديد. فك وتركيب غير جديد؟ ايه. ها، ايش رايك؟ ها؟ يلا يلا ركب خلاص، بس في شغلة بعد. شنو؟ على طريقك وانت تركب الجير، ايه؟ حاول تغير لي الصبغة، الصبغة هذه مو عاجبتني بالمرة. أنا من قمت أتشائم من اللون هذا. أكره شيء عندي لون التركواز. صراحة. إن شاء الله. ها؟ صبغة كاملة. كلها، صبغة كاملة، السيارة كلها. إن شاء الله. وبوليش. بوليش، اهم شيء البوليش. زين حاجي، متى هيك؟ يعني 4 ايام، 5 ايام، 6 ايام. الحين 4 ايام ولا 5 ايام ولا 6 ايام؟ يعني 5 ايام، 6 ايام. 5 ايام، 6 ايام. ايه؟ خير ان شاء الله. يلا يعطيك العافيه. الله يعافيك. خالد، عطني العده. ها، ايش رايك بالصبغه؟ شغل عدل، اكسلنت، ممتاز صراحه. اسمع. واحده بواحده. شكرا. بس قول لي، سويتها بوليش؟ خالص كل شيء، نظفته وبوليش، بس انت كل ما تتشائم من اللون تعال لي. لا يبا، بداهم عندك بالقراج. المهم فلوسك يبا، تفضل. كم هذا؟ 90 دينار. هل اتفقنا عليه؟ اي عدل، عدل صح ولا لا؟ صح. عدل مضبوط. مشكور، مشكور. الف مبروك، الف مبروك. يلا نشوفك شاو. مشكور. انا اقول حق الربع اذا سيارتك خربان ولا شيء خليه يمرك. ها، يلا. Sabah,
السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت الإجازة والدفتر. إن شاء الله إن شاء الله طال عمرك. ممكن تلحقنا المغفر يا طيب؟ ليش أخوي؟ شو مسوي أنا؟ هناك تعرف كل شيء طال عمرك. لو سمحت الحقنا المغفر. شو الحظ هذا؟ ما أمداني أتهنى بهالسيارة هذه. شو الحظ الردي؟ حظي نحس نحس. وبعدين وياك يا فرج، يعني من تراضي تعترف؟ يا يبا شاعترف شاعترف، وأنا شو مسوي عشان اعترف؟ إيه شو مسوي ها؟ كلكم كذي. سيارتك يبا ومراقبة من قبل المباحث. أي مباحث يا يبا؟ أي مباحث؟ سيارتي جديدة توني شاريها، تو قبل ربع ساعة أنا مطلعها من الجراج. قبل ربع ساعة ها؟ كلكم كذي. عذركم بالمخبر. أي عذر بالمخبر؟ إذا ما تصدقني أنا زين تعال وياي، امشي وياي أوديك عند راعي الجراج. وأنا شاكو براعي الجراج. إيش دراني عنك؟ السيارة نفس سيارتك والرقم نفس الرقم واللون بعد. اللون؟ إي نعم. لا عاد حضرة الضابط، إذا اللون مو كذي عاد، اسمح لي اللون غير، اللون أنا توني صابغ اللون، المسألة فيها اشتباه. سيدي، صدنا الشخص المطلوب. صدته بسيارته ولا بدون سيارته؟ لا، صدناه بسيارته سيدي. وهذا؟ ما عندي غيره، اللي هو فري، أهو راح يقوم بالمهمة هذه. تفضل. السلام عليكم طال عمرك. استريح. مشكور طال عمرك. الحقيقة يا أخ فري، أنا اليوم اخترتك مهمة وما راح يقدر عليها أحد إلا أنت. حاضر طال عمرك. شن هي؟ أنت عارف مشروعنا اللي بصبحان اللي تحت الإنشاء. المصنع. إيه نعم. إيه عارف. عارفة. تعرف الأستاذ إبراهيم؟ إبراهيم. إيه مهندس. عليك نور. المهندس إبراهيم. مسكين صار له يومين نايم بالفراش مريض حده. وانا قلت ما حد راح يقوم بالشغله هذه الا الاخ فري. طال عمرك انا حاضر، انا يشرفني، انا جندي في خدمه هذه المؤسسه وهذه الشركه المعطاءه. انت تابر وانا طامر طال عمرك. بارك الله فيك والله يكثر من امثالك ان شاء الله. شكرا طال عمرك. الو نعم معاك ابو خالد. ها شلون المصنع احترق طال عمرك؟ وش احرقه طال عمرك؟ لما الحين مو معروف السبب. وفري وينه؟ اي فرج هناك قاعد يطفون النار مع المطافي. زين 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 انا جاي الحين، انا جاي، مع السلامه. صج صج هذا فري ويها نحس علينا. ايش تشرب؟ شاي، لومي، زعتر، كابتشينو. أنا ما بي لا شاي ولا لومي. أنا جاي أقول لك كلمتين وماشي. أخوك مسافر. مسافر؟ وفي؟ سياحة بعد وين؟ سياحة؟ هلا والله، يعني جاي تبشرني كذي أنت؟ عشلون؟ وياي أودعك يا أحلى وداع. بعد شبدي والله تستاهل كل خير، احاكيك، بس شوف ما دام بتسافر بتروح عني توصيلتك المطار علي، انا اللي اوديك لاني ما اقدر، لازم اقول لك باي باي وفمان الله يا مسافر بالمطار. لا 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 اخوي، خليك انت قاعد هني ومرتاح وانا ادل المطار طال عمرك. قلت لك انا اللي اوصلك، انا اللي بوصلك، هالخدمات اللي تقدمها لي وهالمساعدات هذه يا اخوي، بالعكس انا هم لازم اقوم معاك. لا يا اخوي انت قاعد هني وشوف واجبك، انا ادل المطار، والله ادله، مشكور ما بك توصلني. اسمعني زين، يا اوصلك يا اسمعني. شو السالفه؟ تاخرت الطياره؟ ها؟ وايد تاخرت. وايد اي والله. يعني الساعه كم الحين؟ شوف لو سمحت يا طيب، الطياره الساعه كم تطير بالضبط؟ الطياره تاخرت ساعه ونص. ساعه ونص؟ ساعه ونص؟ مشكور مشكور. ساعه ونص. زين كذي؟ زين شي تاخر الطياره؟ شكو تعصب علي؟
شكو جاي كذي جاي كذي شكو تعصب علي؟ انا قاعد اسوق الطياره عشان اتاخر فيها يعني؟ يه وبنشا زين. يلا 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 نروح فوق الكافي شوب نشرب لنا اي شيء وبعدين نصير خير. يلا خلينا نضيع وقت على الاقل. يلا 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 امشي يلا. السلام عليكم. يا هلا اخوي تفضل. احنا ازعجنا الاستعلامات اليوم طال عمرك. الله يسلمك الله يسلمك. لو سمحت الطياره اللي جايه من بنك ليه تاخرت؟ شو السالفه؟ وايد تاخرت. فقع طلع بويهنا واحنا ننطر طال عمرك. ما صارت هاي. والله اخوي دقوا علينا قالوا ان احد محركات الطياره احترق. احد المحركات احترق؟ يعني المساله بتطول. ايش كثر تطول السالفه؟ وايد ولا شويه ولا؟ والله اخوي تدري هذه شغله محرك اكيد تطول. بس عيال راحت السالفه ساعات. تدري شلون؟ إيه؟ خلنا نوديك البيت نقعد بالبيت شويه نريح. إيه؟ بعدين نرد مره ثانيه المطار. لا يبا لا 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 خلني انا هني وانت روح البيت. ليش عاد؟ ليش؟ ليش عاد؟ عاد ايش تبي اكثر من كذي؟ وين ما طقها تصير عويه. يا ابن الحلال انت شكوك في السوالف هذه؟ ان شاء الله بتقط اللوم علي، ان شاء الله بتقولي انا السبب في ان المحرك احترق. ايش تبي اكثر من كذي؟ اول ما جبتني المطار وسالنا الريال قال الطياره تاخرت. قلنا ما يخالف. والحين لما سالناه مره ثانيه قال ان واحد من المحركات خربان. يعني ايش معناها؟ معناتها ان وجهك علي قبسه. انا قبسه؟ انا قبسه؟ مشكور الشرع علي اللي جايبك المطار انا بسيارتي ما يخالف. روح زين روح. المشكله يا ريتك تعترف لو مره واحده ان وجهك قبسه. بس انت ما ترتاح الا لما نركب الطياره وتطيح فيني يا القبسه. مع الاسف مع الاسف الشغله هذه تطلع من صديقي العزيز.